وصل هذا الأحد وزير الدولة الوزير الأمين العام برئاسة الجمهورية كالزبي باهيم الدبي ممثلا لفخامة رئيس الجمهورية إدريس بيتنو، وصل مدينة ليري حاضرة ولاية مايوكابي شرق، وذلك بغرض المشاركة في الذكرى المئوية للكنيسة الإنجيلية ودخول الإنجيل في جاد. وكان في استقباله بالمطار حاكم الولاية آدم فورتي أحمد وعمدة المدينة وممثل الكنيسة الإنجيلية، بالإضافة إلى المسؤولين الإداريين والعسكريين والشيوخ التقليديين ومنادب الوزارات المختلفة بالإقليم. ورافق وزير الدولة عدد من مستشاري فخامة رئيس الجمهورية الوفد، وقبل مشاركته في المناسبة المئوية توقف بمقر محافظ المدينة، حيث قدم لهم وزير الدولة الوزير الأمين العام برئاسة الجمهورية ممثل فخامة رئيس الجمهورية أهمية احترام السلم الإداري وأخذ كل الحيطة والحذر واليقظة للتصدي لفيروس كورونا المستجد. عقب ذلك فقد شارك ممثل فخامة رئيس الجمهورية في احتفالات الذكرى المئوية لدخول الإنجيل والكنيسة الإنجيلية التي تتالت الكلمات فيها والتي ركزت جلها في أهمية الإنجيل واحترامه والتمسك به حسب المنظمين. وقد شهدت المناسبة عرض لمختلف الوفود الذين جاءوا من مختلف الولايات بالبلاد والكاميرون. وزير الدولة الوزير الأمين العام برئاسة الجمهورية كالزبي باهيم الدبي ممثل فخامة رئيس الجمهورية زار المقر الذي دخله المبشر الأمريكي الذي أدخل الإنجيل بالبلاد قبل 100 عام، قبل أن يعود لزيارة المعارض التي خصصت لهذا الغرض.